إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم الجنة ونعيمها والحور وولدانها وقطوفها الدانية الهنا والغنى والمنى والسعادة الكاملة والمحبة الشاملة كل لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة ممتطيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في الغرر الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانه يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية
الدنيا وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه Tak ada serak. Serak-serak ni. Apa? Melayu. Ha. Serak-serak, sing hai. Kau cari. Itu ha chat ha chat ni kita. Awas sikit. Ha. Ha chat ni kita tu. اللهم صل وسلم وبارك عليه كندوم دوا بولان أولي أمينا Berdagang Abdullah sampai Madinah Sakit Abdullah pada Madinah Tinggal pada Mekah akan Aminah Takdirkan Allah Itulah tempat Apalah lagi hendak dibuat Tidaknya lama Abdullah pun wafat Ditanam pada Madinah Itulah tempat Runsing Aminah Mati suami Sebagainya runsing Aminah yang amin Datang yang ajib Aminah yang amin Alamat akan jadi penghulu muslimin Melihat Aminah perkara yang hairan Begitulah lihat segenapnya bulan
Datang yang ajib malam dan siang, alamatnya lebih lagi akan datang. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi sadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ولله در القائل نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة الأصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي والده في مورده الهني ورواه ولله در القائل حفظ الإله كرامة لمحمد آباه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطل اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية
توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا الله الله
القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا الله الله صلوات الله عليك عبدك المسكين يرجو فضلك الجام الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع عن درجتي كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت غفار الخطايا والذنوب المغبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عدد تحرير السطور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد رب صل عليه وسلم ومحيا كالشمس منك مضيء
أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدي نسرور بيومه وازدهاءه يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في ضالع الكفر وبال عليهم وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه أطل اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا دعاءنا يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرسل ثواب ما قرأنا وما حللنا من قول لا إله إلا الله خصوصا إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب
عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم تقبل الله.